إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شقي. أجارنا الله وإياكم من الهلاك والشقاء. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. إخوة الإيمان والإسلام، إننا نعيش في زمن تطورت فيه الحضارة إلى أبعد ما يتصوره عقل الإنسان، بلغت فيه مبلغاً عظيماً لم تبلغه من قبل، حققت سعةً في الكسب، ورغداً ربما في العيش، وسهولةً في الحياة، حققت كمالاتٍ عظيمةٍ في الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وصلت مبالغ تبهر العقول وتدهش العيون وتذهل الألباب. نعم يا عباد الله، توفرت فيها كل معاني التيسير والتسهيل في الحياة المادية، لكنه أحد قط لم يقل أن هذه الحضارة قد جلبت أو قد جعلت هذا الإنسان في هذا الزمن أسعد منه في أزمنة سابقة على الإطلاق. لم يجمع أحد كما أجمعوا على أنها سهلت ويسرت سبل الحياة، لكنهم لم يجمعوا على أنها وفرت السعادة. لماذا يا عباد الله؟ لماذا رغم كل هذه التسهيلات والتيسيرات والمعينات لم يتوفر ما يريده الإنسان؟ غاب هناك عنصر. نعم يا عباد الله، غاب هناك عنصر هام يحول كل هذه المظاهر المادية إلى سبب حقيقي من أسباب السعادة والهناء، ألا وهو البركة. نعم يا عباد الله، البركة. ما قيمة مال لا بركة فيه؟ ما قيمة وقت لا بركة فيه؟ ما قيمة صحة لا بركة فيها؟ ما قيمة ذرية لا بركة فيها؟ ما قيمة منصب أو جاه لا بركة فيه؟ كل ذلك من غير بركة يتحول إلى وبال وعناء وشقاء على صاحبه كيفما كان. نعم يا عباد الله، البركة عنصر عظيم، البركة جوهر ثمين، البركة هي روح الأعمال وروح الوسائل وروح المادة، كما هي روح للأبدان أيضا. نعم عباد الله، البركة إذن هي ليست شيئا يرى بالعين المجردة. البركة ليست في وفرة المال أو سطوة السلطان، كلا والله، لا ترى بالعين المجردة. البركة هي شعور إيجابي
يشعر به الإنسان بين جوانحه، يثمر صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة بال. هي شعور معنوي يسري في هذا الإنسان، يسري في القليل فيجعله كثيرا، يسري في الضعيف فيجعله قويا. تسري البركة في الشيء البسيط فتجعله عظيما. البركة يا عباد الله تحول الكوخ المظلم القاسي الوعر إلى قصر منيف، البركة تحول الخبز الجاف إلى عيش رغيد، البركة تحول اللباس الخشن إلى حرير ناعم، البركة تحول الحياة إلى شيء آخر. شعرت بهذه البركة امرأة بسيطة فقيرة مع وليدها، يسكنون على سطح عمارة في غرفة لا سقف فيها وإنما حيطان له باب، يأوون فيه بالمساء ويبحثون عما يقتاتون به في النهار ثم يعودون إليه. امرأة أرملة مع طفل ذو 4 سنوات، تفاجئهم يوما من الأيام أمطار فتهطل عليهم لا سقف يرد عنهم غزارة الأمطار، تحتضن الأم ولدها تغطيه بلباسها ولكن المطر الغزير يشتد ويزداد، فماذا تصنع هذه المرأة لتدفئ هذا الطفل الصغير؟ هديت واهتدت بعاطفة الأم الحنونة إلى باب تلك الغرفة التي لا سقف فيها، فقلعت الباب وركته على حائط من حيطان ذلك المكان لتخبئ صغيرها كالفرخ تحت ذلك اللوح أو تحت ذلك الباب، فإذا بالطفل يشعر بالراحة والدفء والهناء، ينظر إلى عيني أمه مبتسماً فرحاً ويقول لها: انظروا عباد الله، تذوق هذا معنى البركة وطعم السعادة. ينظر هذا الطفل الصغير ذو 4 سنوات فيقول لأمه: يا أمي، كيف يتقي الناس المطر الذين ليس لهم أبواب؟ سبحان الله، ما أجمل هذه النظرة. يا أمي، الناس الذين ليس لهم أبواب كيف يحتمون من المطر؟ لم ينظر إلى أصحاب القصور والعمارات والفلل الرائعة، وإنما نظر بطعم البركة التي حلت ونزلت على ذلك اللوح من الخشب. نعم يا عباد الله، البركة تحول كل شيء بسيط إلى عظيم، كما أن غياب البركة إن نزع أو أخذ أو ذهب من شيء مهما كانت عظمته ومهما كان رونقه ومهما كان جماله ومهما كانت وفرته، تحوله إلى ضنك وشقاء وعناء. أو ما نسمع بأصحاب القصور المنيفة الشاهقة الرهيبة أنهم تعساء وأشقياء ويعانون من أمراض عظيمة، اكتئاب وقلق وخصام وفراق. لماذا عباد الله؟ البركة قد ذهبت. أصحاب أموال كثيرة، أصحاب شركات عملاقة، أصحاب عقارات كبيرة ولا حصر لها، يعانون يتعبون يشقون ويشعرون بالتعاسة والعناء. نعم يا عباد الله، لأن الروح الحقيقية التي تجعل من ذلك الشيء شيئا مفيدا قد ذهبت منه فتحولت إلى ذلك الصخب وذلك الظرف الصعيب الذي يشاهده الجميع وفي مختلف المجالات. عباد الله، إن مواطن البركة متعددة، وقد يجد أحدنا حظاً وافراً من البركة في جانب ولكنه قد يفقدها في جانب، كما أن الكثير أو كما أن البعض ربما تتوفر لهم البركة في جوانب كثيرة جداً، وقد يجد الكثير أنهم لا يجدون من البركة شيئاً. البركة في أشياء كثيرة، البركة في الأوقات. إنا والله ما قعدنا مع أحد منا جميعا إلا ونعاني من
من ذهاب أو غياب البركة في الأوقات 24 ساعة تمر وكأنها 5 ساعات، الأسبوع يمر وكأنه 2 أو 3، العام يمر وكأنه شهر. تسارع قطار الحياة وعجلة الحياة تسرع وتطير بسرعة هائلة تسحق كل متوقف. نعم، لماذا نشعر بالخوف على الأوقات؟ لماذا نجد أننا نحتاج إلى ساعات إضافية في اليوم حتى نوزع عليها أعمالنا؟ وبالمقابل إنا لو تأملنا في أسلافنا السابقين لوجدنا أنهم قد أنتجوا نتاجاً عظيماً وأثمروا ثمرات هائلة رغم الوسائل البسيطة والإمكانيات الضعيفة، ولكنهم ألفوا وعلموا وكتبوا ونسخوا ودعوا ونشروا وبذلوا الخير في كل الجوانب رغم تلك الظروف الصعبة، فمن أين لهم ذلك؟ الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يؤلف كتباً وعمره ولم يدم عمره إلا 45 عاماً، جاءوا ليجمعوا كل كتب ونتاج الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، فوجدوا وقسموها على كل أيام عمره، ليس فقط في وقت العطاء والتأليف والعلم، وإنما كل أيام عمره 45 عاماً، وجدوا أنها تقسم عليه بمعدل 4 كراريس في اليوم يؤلفها لا يقرأها، سبحان الله. وغيرهم الكثير والكثير كتبوا وعملوا وألفوا ودعوا وبنوا، بل ربما لا أبعد بكم كثيرا، لو رجع واحد منكم إلى الوراء قليلا إلى والده الكبير أو إلى جده الذي كان من قبل، ماذا كان يصنع وكيف كان يعمل وكيف كانت البركة في الأوقات؟ يقضون حياتهم ويعملون أعمالهم ويجدون راحاتهم ويقعدون ويربون ويحسنون. فإن رأيت في البيت تقول أنه لا عمل له، وإن رأيته في العمل تقول لعله لا ينام، وإن رأيته في المسجد تظن أنه لا يخرج. نعم يا عباد الله، بركة بركة تصرف على قدر الإيمان وعلى قدر القرب من الله وعلى قدر العلاقة والولاية بين الله. الوقت موطن عظيم من مواطن البركة. نعم، وكذلك في المال، المال لعلك في زمن قريب وليس ببعيد كان الشيء اليسير يكفيك لوقت كثير ولأعمال متنوعة ومتعددة، وكلما تمر بك الأيام فيزداد دخلك ويزداد إنتاجك ويزداد مالك وثروتك، ولكنك تجد أن احتياجاتك تتضاعف أكثر وأكثر، وأنك تتمنى أن لو أن هذا المال 10 أو 10 أضعافه لعلها لا تكفيك. ويا سبحان الله، كان في يوم من الأيام نصف مدخولك حلماً من أحلامك، تقول أنك ستجعل حياتك كلها بركةً وخيراً وسعادةً وهناء. أتدرون يا عباد الله أيضاً ما هو السبب في ذلك؟ إنها البركة، ولا شك البركة في الأبدان، الأبدان التي هي أيضاً هي آلة العطاء وآلة الإنتاج وآلة الحركة، فبدنك به تعبد الله وبدنك به تكسب معاشك وتبني معادك. نعم، البدن مركب عظيم، ولكن كم من أناس أصحاء بخير وسلامة وعافية ولكنه يعجز عن قيام أدنى الواجبات وأدنى الحقوق أمام الله وأمام الخلق. كم نجد من أصحاء ولكنهم بعيدون عن الله. قاتل الله بعض الأبدان التي أنعم الله بها على أصحابها، ولكنهم عجزوا أو قدروا على أن يفعلوا كل شيء، وعجزوا أن يقوموا بحق الله وبشكر تلك النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، ولو شاء لسلبهم. كذلك يا عباد الله الذرية، نعم الذرية
الذرية موطن عظيم من مواطن البركة التي ما يولد مولود إلا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كل مسلم سمع عن مسلم عن أخ مسلم له جاءه مولود عليك أن تبادر أولاً فتلقبه أو تركب عليه وسام البركة فتقول له بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده ليس لشيء إلا ليكون هذا الإنسان مثمرا ولو ذهبت البركة لتحول إلى شيطان ناطق. عباد الله نماذج البركة كثيرة وما مر في تاريخنا وفي أمتنا وربما في حياتنا إلا وكل واحد منا له شاهد ودليل، ولكن نقف عند نماذج بسيطة يخرج الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه حديثا في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال حينما شارف والدي على الوفاة قال لي يا عبد الله، الزبير بن العوام يوصي ولده عبد الله، يا عبد الله إن علي دينا فعليك أن تسارع في قضائه، فإن عجزت عن سداد ذلك الدين فاستعن بمولى الزبير. قال عبد الله فبقيت حائرا من مولى الزبير؟ قال ثم ذهبت وسألته يا أبتي من مولاك؟ قال مولى كل المؤمنين. قال فعرفت أنه يقصد الله عز وجل. وقد ترك الزبير بن العوام 1000 دينار ومئتي ألف، يعني 1,200,000 من الديون. قال ولم يكن له إلا قطعتين من الأرض. ثم يقول عبد الله بدأت لأقضي ذلك الدين وأسدده، فكنت كلما ضاقت بي الأمور رفعت يدي وقلت اللهم يا مولى الزبير اقضي دين الزبير. قال والله ما مرت أيام إلا وغليت وارتفع ثمن قطعتي الأرض فبيعت 50,000 دينار، يعني 50 مليون دينار. نعم هكذا هي البركة، هكذا إذا حلت البركة مع المؤمنين. ثم يروي لنا الإمام أحمد في مسنده رحمة الله تعالى عليه قال وجدت في بعض خزائن بني أمية نواة أو حبة من حنطة كنواة التمر، حب الحنطة كم مقداره؟ قال وجدته كنواة التمر ووجدتها معصوبة في صرة ومكتوب عليها بورقة هذا، اسمعوا يا عباد الله، هذا كان ينبت في زمن العدل. الله أكبر، هذه النواة الحبة التي هي الأصل أن تكون بمقدار الشعير أو البر يجدها وكأنها نواة تمر، كانت بركة، كانت خيرات، كان الله عز وجل يدر عليهم. نعم كيف لا وهم قد قاموا بجوانب البركة الذي هي الإيمان والتقوى، ونحن في كل مقام لا بد أن نذكر بهذا الأمر الذي هو سر الأسرار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الجوانب أو من جوانب البركة يا عباد الله الكسب الحلال، نعم كسبك الحلال ولو كان قليلا سيبارك الله عز وجل فيه، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بعزة نفس بورك له فيه. نعم يبارك الله بالمال الحلال إذا أخذ بنفس عزيزة طيبة، وكذلك القصد وعدم الإسراف من جوانب البركة لك. نعم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإن الشيطان كان لربه كفورا. فلذلك عباد الله إذا حل الشيطان في شيء وتقارن مع الإسراف ذهبت البركة. ثم كذلك الصدق في التعامل، يقول صلى الله عليه وآله وسلم البيعان في الخيار ما لم يتفرقا
فإن صدقا في بيعهما، فإن صدقا وبينا بورك له بورك لهما، وإن لم يصدقا ولم يبينا لم يبارك لهما في بيعهما. أسأل الله عز وجل أن ينزل البركة علينا في بيوتنا وأهلينا وأموالنا وأبداننا، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إذن نداء إلى كل من يعاني من ضياع في الوقت ومحق في الرزق وقلة في الصحة أو العطاء أو العمل أو خوف على الأولاد، ارجع إلى الله لينزل الله عز وجل عليك البركة. تقرب إليه واسأله كثيرا كما سألها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نختم بالدعاء إخواني، الإخوة في المركز يدعونكم إلى أن هناك بعض التبعات والفواتير على المركز كبيرة. المركز أمانة في أعناقكم جميعا، والله وقد لا ندري لعل الله يذهب علينا بركة في جانب ونحن قد أحرصنا من جانب آخر. دعاء الملك لك أن تقف مع الله دائما ومع الخير. اللهم اعطي كل منفق خلفا، فدعوة الملك خير لنا، وأرجو إن شاء الله أن لا يذهب أحد إلا وقد عمل خيرا، عل الله أن يرزقه البركة. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والكمال والإكرام، اللهم بارك لنا في أهلنا وأموالنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انتقم من الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من فتنتهم سالمين غانمين. اللهم يا قوي يا جبار يا منتقم، انتقم اللهم ممن يقتلون شعوبهم. اللهم انتقم ممن يريقون دماء شعوبهم. اللهم انتقم يا رب العالمين ممن يسفكون دماء شعوبهم. اللهم عليك بهم يا قوي يا جبار يا منتقم، أرنا فيهم يا قوي قدرتك. اللهم إنهم قد أروا في شعوبهم الضعيفة قدرتهم، فأرنا يا قوي فيهم قدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي سائر البقاع يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.